الهدف هو يعني إرضاء الجميع، هذه غاية لا تدرك، لكن إن شاء الله فهمتني تكون أغلب الجماهير الوفية لمهرجان قرطاج التابعة أغلب سهراته، وتكون فرحانة في معناها بمتابعتها للدورة 57، وإن شاء الله مهرجان قرطاج الدولي أيضا يساهم في مزيد يعني تحسين صورة بلادنا في الخارج. أتمنى معناها أنه الفنانين اللي يكونوا سيعتلي وركح مهرجان قرطاج وخاصة الشباب منهم يكونوا يعني نقطة انطلاق بالنسبة للمسيرة الفنية، ويكونوا مشاريع نجوم على المستوى العربي والدولي إن شاء الله. رجعنا المهرجانات للجو. للجو نستناو في الصيف ديجا احنا على المهرجانات. علاش جيت لعرض المحفل فاضل الجزيري؟ هو اسمه على جسمه ديجا محفل، معناها نتاع جو كيف ما جونا نتاع العروسات وجو العربي. هذاك علاش؟ اي جاي نشطع جاي نغني، نحب كرتاج، انا كل عام الجيره. بالحق نحب كرتاج، نحب لي سبيكتاكل اللي يعملوهم دو دونس دو ميوزيك، نشي خليهم الكل والله. دونك اليوم شنو تستنى من العرض؟ نستنى برشا جو، برشا شتيح، برشا غناء، مغنيين نحبهم برشا، باش نكتشفوهم خاطر ما نعرفوهمش الكل، احنا جايين سيربريز هكاك ما نعرفو شيء، اي نكتشفو من بعضنا. جاي نكتشف وي بيان سور، معناتها نعرف اللي هو فما كوريوغرافي، فما ميوزيك من التراث، دونك جاي اكزاكتومون اكزاكتومون فما فاضل الجزائري، دونك ويزيد الواحد يعرف سور بلاس بعد شوي. هو جاي نكتشف صحيح ما عندي شويه فكره على العرض اللي هو يمثل معناتها الافراح نتاع تونس من الشمال للجنوب، معناتها العادات والتقاليد نتاعنا في العروسات كيفاش، دونك نشوف شنو هو لي ديتاي اللي باش يخدموا عليهم اكثر فرجويه من انها ميوزيكا. Thank you.
فاضلة والحاجة يعطيك الصحة ومرحبا بك على موزايك. أهلا وسهلا. المحفل وحفلنا كملنا عرض سولد أوت ونتصور حتى التفاعل متاع الجمهور كان في مستوى. يظهر لي اشتيح وارتيح وكا هو يفرحوا الناس نحيوا خمجة على قلبهم كيف دي ترافي كي بوج كوم سا سي مانيفيك ولو موفمون كوم ليكسبرسيون دو ليبرتي كيف حرية حرية كبيرة وخاصة عند النساء. سي الفاضل كملنا بلوتو في آخر العرض شفناك قريب من السين تفاعلت مع كل التفاصيل. يطولوا ما يشدوا ما يسيبوا نتفاهموا على حاجة يزيدك درج من عنده هدية وهو جاي مناش هو أنه كل فنان يلقى تجاوب مع المتلقي مع المتفرج يزيد من عنده خطوة ولا اثنين ولا عشرة وساعات يعمل دورة كبيرة. الحاجات ديما تمشي وتتطور تتقدم حتى اللي نتولي نتمكنوا منها. هذا عرض أول سي اون بروميير سي برسك اون جينيرال. البارح عملنا اون جينيرال بواتوز باسكو اون بوفي با فير اون افي با سوفيزامون دو تان ما عندناش الوقت الكافي لهذا عملنا المجهود هذايا بالطريقة هذه. إن شاء الله نتقدم ونعملوا حاجة ما أهم يظهر لي. أسامة بعد مهرجان الأغنية بعد الجائزة الأولى نلقاوك في مهرجان قرطاج، مسؤولية خوف كيفاش عشت؟ مسؤولية كبيرة ياسر وكي دخلت خفت على الأخر وجاتني دمعة في عيني بالرسمي، أول مرة نطلع سورسين ونتأثر بالطريقة هيك، أنا فخور ياسر اللي طلعت سورسين مع ثلة من الزملاء الكبار وخصوصي مع سي الفاضل الجزير اللي هو اسم كبير غني عن التعريف وباش تزادي في مسيرتي والحمد لله. كونك تكون موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي مع الفاضل الجزيري وانت ديجا عندك زوز عروض سوليست، كيفاش عشت الستريس المسؤوليه التحضيرات؟ التحضير عملنا كما لازم نعمله، يعني خذينا فتره مهمه من الوقت باش حضرنا بالستريس تاعو كما قلت بالجو نتاعو خاطر عملنا برشا جو في البرايف. كالعاده تعلمنا من بعضنا وخدمنا مع بعضنا ولحمنا مع بعضنا كمجموعه كسوليست زادة دخلنا في لي ديتاي عملنا اللي لازم يتعمل. مشاركه الاولى ولا العرض الاول نتصوره كان ناجح، نتصور فما نجاح كبير على النيفو الكل يعني جماهيريا هاك شفت الموسيقيا زادة وفرجويا خلطنا اللي حاشنا به للي خططنا له للي برفنا عليه. كيما العروض الحيه الكل باش يتقدم العرض وباش يتطور كما اي عرض حي فما فرق بين البريمير والعروض اللي تجي من بعد. دونك نتصور احنا في ثنيه صحيحه الخدمه مع الفاضل الجزيري فما لو سيريو اللي انا عجبني على الاخر الحقيقه فما الصدق يعني فما صدق في التعامل مع الحركه واللحن يعني الفاضل الجزيري يلوج على الحاجه هذيك يحب يخرج اصدق حاجه عندك في بدنك ولا في صوتك ولا في تصويرتك ويعرف يخرجها وهذه أكثر حاجة شدتني في الخدمة لي. سي محمد موجود في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، شفتك قبل العرض شفتك في التحضيرات، مساندة اليوم؟ طبعا مساندة قوية لأنه بهوش سهل القيام بحفلة من نوع هذا، معناها هي فيها اجتهاد وفيها ذوق وفيها ذكاء ماهيش سهله ويظهر لي الاقبال كان خارق الاقبال لانه المردود كان هايل والاقبال كان خارق للعاده، معناها محفل باتم معنى الكلمه، مو تعرف معنى المحفل حفله وغناء وصداقه ولمه وعشويه وسهريه، هذا المحفل فيها الحاجات هذه كلهم معناها تحوصلوا فيها وخاصه انه ثم غنيات والحان من برشا جهات، معناها هي حوصله ولا كيفاش نقول معناها الانغام خارق العاده، معناها المحفل هذا لم برشا انغام اللي ربما ما انا شخصيا عندي برشا ما سمعتهاش. نصر الفلاقة في محفل اليوم؟ والله الروح نتاع الفلاقة في المحفل مش الفلاقة، الروح نتاعها موجودة، الروح نتاعها خاطر
معناها البركسيون والجلود والميزان بتبيعته بشي حي بشي هيج فهمت. فما دي زانفيتي زاد كانوا موجودين معناها معنا يوم خدمه قبل في الفلاقات. نصر مش اول مره تتعامل مع الفاضل الجزيري، دونك نتصور فما تفاهم بيناتكم، فما كومبليسيتي، وخاصه نعرفوا علاقته باللي جون، وانت تبارك الله خبره نجم نقول اليوم. اكيد اكيد سي الفاضل من 2010 نتعاملوا معاه في الحضره وفي برشا خدم اخرين. التصورات نتاعو الفنيه هي اللي تخليك كل مره تعمل حاجه جديده، معناها ما تقعدش في حاجه واحده. وكما شفت انت اليوم برشا ناس كنت تستنى فاضل الجزيري باش يعاود نوبه عام 90 ولا باش يعاود تصاور القدم، وهو ديما ياكد ديما اي حاجه باش يعملها ديما ما تكونش التصويره هي اللي تعديت، معناها ما تكونش حاجه نقولوا نحن بلغتنا مجمره ومعاوده، تكون حاجه جديده. الحاجه اللي عجبتني لليوم هذه لافون بريمير، وجات في وقت قصير على الاخر في التحضير. نتصور العروض الجايه ان شاء الله باش يكونوا حاجه توب. انيس حكينا برشا نتصور في موزايك على حلم انيس علوي، حكينا على اول كليب، حكينا على اول خطوه، واليوم تطلع في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي مع الفاضل الجزيري. نتصور حاجه هامه بالنسبه لك انت في مسيرتك، وشفنا حتى لحظات نتاع تاثر نتاع كونسنتراسيون كبيره قبل صعودك للركح. حلمة ونحلم بها معناها من اللي صغير، ويتوجه شكري بالحق الفاضل الجزيري وصديقتي الصدوقة أمين سيري اللي عرفتني بسي فاضل، وهو اللي عطفي الثقة بشني نطلع على ركح كما هكا. أول مرة نطلع في حياتي معناها في ركح، نطلع في مهرجان قرطاج دولي. نحكي مهرجانات ما تعرف أنت مسيرتي معناها، ولعبت قبل كل شيء، أما مش قدام الجماهير هذه كل معناها. ما نصفلكش الفرحة وما نصفلكش الحلمة، وفما نيس قبل فما نيس بعد باز معناها. هيثم نتصور هيثم الحذيري والفاضل الجزيري سي بون، فهمتوا بعضكم، خدمه منذ سنوات، واليوم شفناك زاد لاهي بالكره. ديريكسيون وي. تجربه جديده بالنسبه للكورال، الكورال الوطني والكور دو لوبيرا، خاطر خذينا دي زيليمون منا ومنا. توا عندي عامين في مسرح الاوبيرا شد الديريكسيون ارتستيك، دونك لقيناهم حاضرين معناها فوكالمون، ايزيتي بخي باش يخوضوا تجربه جديده، ما قصروش خاطر تعبوا معنا برشا. ودونك جو سوي اوسي فيير بهم هما، على خاطر اول مره يطلعوا في كارتاج دابور مع سي الفاضل، وفي عرض في نمط موسيقي ما ماهوش مستانسين به فورسيمون. دونك هذه حاجه انا فرحان بها برشا. اي بوي العرض الجمهور عطانا النوت معناها من الاول للاخر. ايموسيون قويه كمان، حاجه مزيانه فلاتي. دونك اليوم شفناكم في افتتاح مهرجان قرطاج راقصين بالي من الاوبرا. نتصور خدمه كبيره تخدمت على الكوريغرافيا باش تكونوا حاضرين وتقدموا عرض كما العرض هذا. Oui, en fait, Hamdi Trabelsi, danseur du ballet de l'Opéra de Tunis. صحيح خدمه كبيره صارت عن طريق حضرناه في السيتي دو لا كولتور، وكانت اون بارتناريا بين تياتر دو لوبيرا وليكيب نتاع المحفل وكل شيء نتاع فاضل الجزيري. دونك كانت خدمه كبيره اترافيغ ملك السبعي اللي لا كوريغراف معنا. دونك اوني ان جروب دو 17 بيرسون. دونك فوالا دونك لينيرجي هذايا اللي ريناها اليوم على الروك منين جات راني؟ من الببليك ان فيت. انرجي خديناها من الببليك، وحسينا سور سين بالانرجي نتاع الببليك. ان فيت انا سور سين فريمون شدني التراك وكل شيء، مي من بعد كي دخلت في الجو سمعت الموسيقى حسينا ببعضنا. ان فيت كانت اكسبيريونس مانيفيك. وي سي فري سي فري. هو سيرتو وقت اللي يبداو الموسيقى وراك والبوبليك قدامك، اون ديغي دو فورس مع بعضهم وانت في وسطهم، دونك يعطيك برشا انرجي ويخليوك تبارتاجي ليموسيون اللي عندك مع البوبليك، وهذيك حاجه مزيانه برشا. دونك فوالا نور كالعاده برشا انرجي، ضحكه موجوده، والتركيز التام قبل الصعود على الركح. اكيد لازمنا نكونوا مركزين، ولازمنا نكونوا في مستوى حدث كبير برشا على مسرح قرطاج، افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. الحمد لله لقاء كان حلو برشا مع الجمهور، اللي نفرح كي نلقاه حافظ غنياتي، بالرغم اللي انا غنيت زوج غنيات، لانه تبارك الله برشا مشاركين في العرض، ولكن فما حب متبادل ديما انا في قلوب التوانسه اللي يحبوني ويحبوا غنياتي، واللي انا نبدلهم نفس الشعور، وهذا شفتوه على المسرح الليل.
دونك اليوم عرض محفل نور حفل الجو، نتصور اليوم زاد حاجه هامه كون نراوك مع الفاضل الجزيري في العرض الخاص نتاعو. هو مش اول مره نكون مع سي الفاضل الجزيري، انا استدعيته باش يعمل لي الاخراج للعرض نتاعي اللي قدمته في 2014، وكان الحمد لله كان موفق جدا، وتتجدد اللقاء مره اخرى مع سي الفاضل في 2023 من خلال عرض المحفل. انا شفت روحي في العرض هذايا لانه انا معروف بالفرحه ومعروف بالاغاني الفرايحيه والايقاعات نتاعنا التونسيه، فنتصور انه اليوم كنا موافقين، خاصه انه الجمهور فرحان وكان راضي على العرض هذايا، خاصه سي الفاضل يعطيه الصحه لانه في ظرف وجيز وقت نجم نقولوا 3 شهور العرض هذايا تحضر وفي ظروف صعيبه. اليوم حسيت التوانسه مستحقين فرحه، التوانسه يحبوا يفرحوا، الضغوطات والظروف اللي مر بها التونسي الكل في الفترة الكبيرة، اليوم سمحني بين قوسين تحسوا التونسي لحى خمجة اليوم في العرض وتفرهد وفرح، وكان محفل كان عرس بأتم معنى الكلمة افتتاح مهرجان قرطاج. نور والتونسي زادت وحش نور شيبة، شنو المهرجانات اللي مازال ويمشي راوك في السنة؟ انا ديما ما نحبش كلمه غايب، خاطر عمري ما كنت غايب، انا موجود في قلوب التوانسه، غنياتي يحفظوهم التوانسه، نغنيهم انا ولا يغنيهم برشا فنانين في المناسبات في المهرجانات في الاذاعات، واحنا في موزايك غنياتي موجوده، باش نكون موجود ان شاء الله. انا الحقيقه نتاع ربي كنت باش نرتاح شويه الصيف هذايا، ولكن في اخر وقت لانه فما برشا طلبات قلت علاش لا، من دام فما طلبات نكون موجود ان شاء الله، نعطيكم العرض اللي جاي ان شاء الله باش نكون موجود في افتتاح مهرجان نابل نهار 21 جويليا، وان شاء الله فما عروض اخرى ان شاء الله باش تكون موجوده. وميرسي بوكو، ميرسي موزايك.